المدير الفني للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني قائمة الأخضر التي تستعد لخوض منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الآسيوية 2027. وضمت القائمة 28 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الذي يقام في الرياض استعدادا لمواجهة منتخب طاجكستان يوم 21 من شهر مارس الجاري على أرض استاد الأول بارك لحساب الجولة الثالثة، ثم يوم 26 من نفس الشهر على أرض الملعب المركزي في دوشنبة. وكان المنتخب السعودي قد خاض مباراتين في التصفيات ضمن المجموعة السابعة، كانت الأولى ضد منتخب باكستان وكسبها الأخضر في الأحساء بأربعة أهداف دون رد، ثم ضد المنتخب الأردني في العاصمة الأردنية عمان، وتمكن منتخب السعودي من تحقيق الانتصار بهدفين للا شيء. ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط للمنتخب الطاجيكي.